توجيه من السيد قائد عمليات نينوى المحترم بمناسبة أعياد رأس السنة، وجه سيادته بأخذ كافة تدابير الحيطة والحذر لغرض منع الفرصة على الإرهابيين من حدوث أو عرقلة أي صفوة الاحتفال داخل الموصل. طبعا اليوم الاحتفالية بالمنصة، واجبنا حماية المنصة، أو هي منطقة شلون نقول لغرض يعني شلون نقول نبين بها الاحتفالية بالموصل، بأنه الموصل منطقة أمينة ومنطقة محررة بالكامل ومنطقة خالية من داعش، فراح تصير احتفالية بساحة الاحتفال بساحة بالمنصة. الغاية منها هي يعني تبين أنه الأمن واستتباب الأمن بالموصل. فواجبنا احنا الامانه تهيئه وحمايه كافه اطراف الجانب الايسر. زين، رسالتكم الى اهالي نينوى؟ رسالتنا الى اهالي نينوى طبعا نوجه الشكر والتقدير لاهالي نينوى لان تعاونهم معنا في القضاء والسيطره على الدواعش. اثنين، نبشرهم ونامنهم بانه ان شاء الله ما يصير اي طارئ وما يصير اي خرق بحيل الله. وهذا توجيه من السيد القائد ومن السيد رئيس الوزراء بحماية وحفظ الأمن داخل نينوى.